الدلالة الـ exponential function. في المحاضرة السابقة أخذنا الاشتقاق لكثيرة الحدود لأي درجة كانت عندي. في المحاضرات اللي تسبقها كانت الاشتقاق باستخدام التعريف. أخذنا الاشتقاق باستخدام التعريف عن قيمة معينة، الاشتقاق باستخدام التعريف لكثيرة حدود من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يعني اقتران خطي والاقتران التربيعي والاقتران التكعيبي تم اشتقاقهم باستخدام القانون وباستخدام النهاية. أيضا الاشتقاق باستخدام التعريف والقيمة المطلقة. كل المحاضرات اللي تم شرحها راح أحط الروابط لها أسفل الفيديو إن شاء الله، وإن شاء الله تستفيدوا. خلينا نشرح الاشتقاق للدالة الأسية. derivative of exponential function. exponential function اللي هي الدالة الأسية. مشتقة الدالة الأسية، أولا الدالة الأسية بتكون e، خلينا نعملها شوي. الدالة الأسية f x هتساوي e أس 5 x مثلا، هذه بنسميها دالة أسية، إنه ال x اللي هو المتغير مرفوع كأس. الدالة كثيرة الحدود كانت ال x مرفوع على أس عدد، لكن الدالة الأسية هو بيكون عدد عندي ال e، هذه عدد طبعا مرفوع على أس، هيك بنسميها دالة أسية. ال e هذه عدد قيمتها أعتقد 2.7. الـ e هي عبارة عن 2.7 مع أعداد، يعني الـ e هذه بالأصل هي عدد. حالياً في المحاضرة هذه رح ناخد الاشتقاق الدالة الأسية لما e مرفوع على أس. بعد ما ناخد عدة محاضرات في الاشتقاق رح ناخد لو كانت الدالة عندي f الـ x هي عبارة عن 2 مثلاً x تكعيب زائد 10 x أو أي اقتران هنا يكون بالأس. يعني لو كانت الدالة مثلاً 5 مرفوعة بالأس x تكعيب أو x تربيع زائد عدد. لو كانت f الـ x هي عبارة عن 2 أو 12 مرفوعة على أس، هذا الأس هو متغير بدلالة x، هذه كلها بنسميها دوال أسية. في المحاضرة هذه رح ناخذ إن شاء الله مشتقة الدالة الأسية اللي هي عبارة على شكل e مرفوع على أس. في محاضرات إن شاء الله لاحقة رح ناخذ لو كانت الدالة الأسية بشكل عام كانت مش عند ال e، كانت عند أي عدد، يعني a مرفوع على f x، هذه دالة أسية. a مرفوع على f x يعني أي دالة بالنسبة ل x، مثلاً a مرفوعة على x تربيع زائد 10 x. بدنا نشوف كيف مشتقتها، هذا إن شاء الله رح ناخدها في المحاضرات اللي بعدها، لكن اليوم إن شاء الله رح ناخد مشتقة الدالة الأسية اللي بتكون على شكل b مرفوع على أس متغير. هذه الدالة الأسية، ليه دالة أسية؟ لأنه عندي الـ e مرفوع على أس متغير. واضح؟ كيف مشتقتها؟ بقول لي مشتقة هي هذه إشارة المشتقة، أو ممكن نسميها نكتبها بالشكل هذا f داش دال x. إذا إشارة المشتقة أو رمز المشتقة إما بيكون d باي dx اللي هو d على dx، أو بيكون f داش دال x بشرط إنه f x تكون هي عبارة عن مين؟ e x. بقول لي مشتقة الدالة الأسية سهلة، هي نفسها الدالة. إذا مشتقة الدالة الأسية هي e أس x في مشتقة الأس، إيش مشتقة الإكس؟ واحد. يعني هذا بده يعطيني e أس x. إذا مشتقة e أس x هي نفسها e أس x اللي هي مشتقة مين؟ الأس. طيب نيجي نكتبها، خليني أكتبها يعني. إذا بدي أكتبها باللفظ، مشتقة الدالة الأسية بدلالة هي هي الدالة كما هي مضروبة في مشتقة الأس. إذا مشتقة الدالة الأسية بدلالة هي هي الدالة كما هي مضروبة في مشتقة مين؟ الأس. يعني هذا الواحد هو عبارة عن مين؟
أساس والإكس اسمها الأس، هذا الأس وهذا اسمه أساس. فمشتقة الدالة الأسية هي نفسها أيضا كما هي موضوعة مشتقة من الأس. نيجي هيا لو كانت عندي أف الإكس هي عبارة عن إي أس 2 إكس، شو مشتقة إي أس 2 إكس؟ أول حاجة بتأكد الدالة كما هي أيضا هيا إي أس 2 إكس مضروبة في مشتقة من الأس. إيش مشتقة 2 إكس؟ أخذناها هي عبارة عن 2، يعني ما حضرش المحاضرة السابقة اللي هي مشتقة كثيرات الحدود شرحناها بالتفصيل، شرحنا في البداية إيش أنواع كثيرات الحدود وبعدين شرحنا كل أنواع الاشتقاق لكثيرات الحدود. فهذا كثير حدود من الدرجة الأولى مشتقته هو 2. إذا مشتقة الدالة الأسية إي أس 2 إكس هي الدالة الكمانية في فيلمي مضروبة في 2. بعد هيك نيجي نكتبها هي 2 إي أس 2 إكس بالعدد بينضرب هنا. طيب لو كانت أخت الإكس هي عبارة عن إي أس 5 إكس زائد 1، حكينا إيش مشتقة الدالة الأسية؟ هي نفسها هيها إي أس 5 إكس زائد 1 فمشتقة مين؟ مشتقة مين؟ الأس. إيش مشتقة الـ 5 إكس زائد 1؟ 5. 5 إكس مشتقتها 5 زائد الـ 1 مشتقتها 0، فهذا راح يعطيني 5 إي أس 5 إكس زائد 1. طيب لو كانت الـ إي مرفوعة لأس 1، إحنا حكينا قبل شوية إي هي عبارة عن 2.7 مع أعداد، صح؟ يعني إي هي أصلاً عدد. الإي عدد، إيش مشتقة العدد؟ حكينا لو كان كثير الحدود، كثير الحدود من الدرجة الصفرية اللي هو اقتران ثابت، اللي هو بيكون عندي عدد فقط، مشتقته دائماً صفر. هل مشتقة الواحد؟ صفر. أي هنا نكتبها زائد صفر. 5 زائد 0 5، إذا دائما مشتقة العدد الثابت 0. فلو كانت إي أس 1 على طول مشتقتها راح تعطيني 0، إذا إي أس 1 شو مشتقتها؟ 0. طيب لو كانت إي أس 2 مشتقتها كمان 0. لو كانت إي أس 5 على طول مشتقتها 0. ليش؟ لأنه هذا كله يعتبر عدد. لأنه 5 عدد والإي هي أصلاً عدد. فمشتقة العدد صفر. فلو كانت عندي اف الاكس لتساوي اي اس 9 مشتقتها صفر، هاي المشتقة هنا. خلينا نرجع للاشتقاق. هاي لو كانت حكينا اي مرفوعة لعدد مشتقتها على طول صفر، اف داش للاكس شو بيعطيني؟ صفر، لانه العشرة عدد والإي هي أصلاً عدد. طب لو كانت أف الإكس إي أس 4 مشتقتها على طول صفر. ليش؟ لأنه مشتقة العدد صفر، لأنه هذا الأربعة هو عبارة عن عدد والإي هي عبارة عن عدد. فلو كانت أف الإكس هي عبارة عن عدد اللي هو اقتران كثير حدود من الدرجة الصفرية يعتبر مين؟ عدد، وهذا كله أصلاً يعتبر عدد، فمشتقة العدد صفر. طيب نيجي ناخذ عنا الامثله، الاسئله رح ناخذ مجموعه من الاسئله اللي هي كلها متعلقه. لو كانت عندي جدل اسي اي مرفوع على مين؟ لكثير حدود. في محاضرات ان شاء الله لاحقه رح ناخذ لو كانت الاي مضروبه في كثير حدود، لو كانت الاي مرفوعه مثلا لداله مثلثيه ساين او كوساين. ولكن في البدايه خلينا نشرح كل موضوع على حده وبعد هيك نحط الاسئله اللي بتجمعهم مع بعض. يعني لو كان عندي اقتران عباره عن حاصل ضرب اقترانين، واحد كثير حدود وواحد داله اسيه. لو كان عندي الاقتران هو حاصل ضرب اقترانين وواحده داله مثلثيه او واحده جذر. بعد ما ناخذ كل مشتقة على حدة رح ناخذ محاضرات تشملهم مع بعض. خلينا في البداية ناخذ الاشتقاق للدالة الأسية، الدالة الأسية لو كانت إي مرفوعة على أس كثير حدود فقط. مرفوعة على كثير حدود مش مرفوعة على ساين أو كوزاين أو أي شيء ثاني. طيب
لو كانت f x هي عبارة عن e x تربيع زائد 4 x، حكينا على طول مشتقة الدالة الرؤوسية هي نفسها هيها e x تربيع زائد 4 x، هي نفسها في مشتقة مين؟ خلينا نشيل الأقواس هذه لأن أنا الأقواس بتلزمني لمشتقة الأس. حكينا هي نفسها في مشتقة مين؟ الأس. إيش الأس؟ هو عبارة عن هذا بنسميه الأس. إيش مشتقة الإكسبوننشال؟ هي الدالة نفسها في مشتقة الأس. إيش الأس مشتقته؟ 2 إكس زائد 4. الإكس تربيع إيش مشتقتها؟ 2 إكس زائد 4 إكس مشتقتها 4. للي ما حضرش محاضرة اشتقاق كثير الحدود لازم يحضرها قبل المحاضرة هذه، لأنه شرحنا بالتفصيل كيف نشتق كثيرات الحدود. فصارت عندي المشتقة هي الدالة الأسية في مشتقة مين؟ الأس. هذه هي عبارة عن مشتقة الأس، وهذه الدالة كما هي بكتبها. طيب لو أنا عندي f x هي عبارة عن e سالب 4 مرفوع الأس، سالب 4 زائد 10، إيش مشتقتها؟ هي نفسها e أس سالب 4 x زائد 10 مضروبة في مين؟ في مشتقة الأس. إيش مشتقة الأس؟ إيش مشتقة سالب 4 x؟ هي سالب 4 زائد مشتقة العشرة 0، وهذا راح يعطيني سالب 4 مضروب في مين؟ في e أس سالب 4 x زائد 10. واضح؟ ليش مشتقة العشرة 0؟ لأن العشرة هي عبارة عن عدد، وحكينا إحنا في المحاضرة السابقة مشتقة أي عدد 0. طيب لو كانت أنا عندي f x، هذا المثال أو السؤال الثالث، f x هي عبارة عن مين؟ e أس سالب 2 x تربيع زائد 5 x، شو مشتقتها؟ المشتقة هي نفسها الدالة كما هي e سالب 2 x تربيع زائد 5 x، في مشتقة مين أضربها؟ الأس. إيش مشتقة سالب 2 x تربيع؟ حكينا هي سالب 4 x زائد مشتقة 5 x هي 5، لأن مشتقة الاقتران لو كان من الدرجة الأولى، مشتقة الإكس لما تكون مرفوعة للأس واحد مشتقتها معادلة. مشتقة الإكس تربيع بنزل الأس اللي هو الاثنين بنزل هام، بصير مرفوع لأس واحد. 2 ضرب 2، 2 ضرب سالب 2 أعطاني سالب 4. نيجي لو كانت عندي f x هي عبارة عن e أس جذر 2 x ناقص 5. هي هذا الأس كلياته. إيش مشتقة f داش ال x؟ هي عبارة عن الدالة نفسها، يعني الإكسبوننشال نفسه e أس جذر 2 x ناقص 5. مضروب في مين؟ في مشتقة الأس، مش هذا اللي فهمه هو الأس، شو مشتقته؟ جذر 2 x. حكينا لو كانت الدالة عندي، لو أنا بدي أجيب مشتقة جذر 2 x، بما إنه الـ x مرفوع لأس واحد، فمشتقتها على طول هي المعامل لإلها. يعني هذا حيعطيني جذر 2 ناقص، إيش مشتقة الخمسة؟ صفر. هذه جذر 2 هي مشتقة جذر 2 x، واضح؟ نرجع بنعيد يعني ما حضرش المحاضرة يرجع لمحاضرة كثيرة الحدود. كل هذا مشروط للتفصيل، هو مشتقة كثيرات الحدود بكل أنواعها. فهذا راح يعطيني جذر 2 مضروب في e أس جذر 2 x ناقص 5. واضح؟ طيب بدي أمسح حاجة عشان أشرح المعادلة يعني عندي. لو كانت عندي f x هي عبارة عن exponential لثلاثة x أس 4 زائد 9 x ناقص 10، شو مشتقتها؟ أول حاجة بما إنها دالة أسية مشتقتها هي نفسها، يعني e أس 3 x نفس الأس كما هو، فمشتقة مين؟ الأس. إيش مشتقة 3 هي الأس هذا كله؟ إيش مشتقة 3 x أس 4؟ 3 في 4 x تكعيب زائد ايش مشتقة 9 x؟ فقط 9 ناقص ايش مشتقة 10؟ 0 ويساوي 3 في 4 فهيعطيني 12 x تكعيب زائد 9، احطها بين اقواس. ليش؟ لان الاكسبوننشال مضروبة في مشتقة الاس كامل،
مضروب في مين في الأس كما هو اللي هو الدلال السي عفوا كما هي زائد 9 إكس ناقص 10. دائما 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 لما نيجي نعمل اشتقاق الدالة الأسية هي مشتقة الدالة مضروبة في مشتقة الأس، دائما مشتقة الأس في قابين أقواس. ليش؟ لأن الإكسبوننشال مضروب في الأس كله في مشتقة الأس كامل، دائما هي في قابين أقواس. ليش؟ لأن لو أنا كتبت مثلا على سبيل المثال ها، لو أنا كتبت لما بدي أجي أعمل الاشتقاق أجي أكتب إي سالب 2 اكس تربيع زائد 5، اجي اضرب مشتقة الاس، ايش مشتقة سالب 2 اكس اس 4؟ سالب 4 اكس زائد 5، فصار انه زائد انه الاكسبوننشال مضروبة فقط في زائد 5. واضح؟ ولكن الاكسبوننشال مضروبة في مين؟ في مشتقة الاس كامل. وضحت؟ نيجي ناخد هنا كمان سؤال. عندي اف الاكس هي عبارة عن اي اس اكس تكعيب ناقص 2 اكس، مشتقتها على طول بما انها دالة اسية مشتقتها هي نفسها الدالة اي اس اكس تكعيب ناقص 2 اكس مضروبة في مين؟ على طول افتح اقواس واحط مشتقة الاس. الاس هي ايش مشتقة اكس تكعيب ناقص 2 اكس؟ اكس تكعيب مشتقتها 3 اكس تربيع ناقص 2 اكس مشتقتها 2. واضح؟ واخليها ايه؟ بين الاقواس لان مين؟ الاكسبوننشال مضروبه في مشتقه الاس تبعها كامل. نيجي لاخر سؤال. لو كانت عندي اف الاكس اللي عباره عن اكسبوننشال 10 اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص مين؟ 5. شو مشتقتها؟ اول حاجه الداله كما هي اي اس 10 اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 5. في مين؟ في مشتقة الأس. إيش مشتقة الأس عندي؟ إيش مشتقة 10 إكس تربيع؟ ال 10 بتنزل مضروبة في 2 في إكس أس 1 زائد 3 إكس مشتقتها 3 ناقص مشتقة ال 5 0. 10 في 2 رح يعطيني 20 إكس زائد 3 مضروبة كلها هيك مع بعض، لازم أحطها بين أقواس في الإكس بوننشال ل 10 إكس تربيع زائد 3 إكس ناقص 5. هذا أعتقد شرحناها، اللي هي لو كانت عندي إف إكس هي إي أس 5، حكينا الخمسة هي عبارة عن عدد، الإي هي عبارة عن عدد، فإي أس 5 هي عبارة عن عدد، فمشتقة العدد دائما صفر، إذا لو كانت الإي فقط مرفوعة لعدد واحد فقط، فمشتقتها على طول صفر. هيك بنكون خلصنا الحمد لله محاضرة اليوم، هو اشتقاق الدالة الأسية. في المحاضرة السابقة أخذنا المشتقة كثيرة الحدود وأخذنا الاشتقاق باستخدام التعريف. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، راح أحط كل الروابط تبعت الاشتقاق أسفل الفيديو، وشوفوا المحاضرة اللي بعدها. المحاضرة اللي بعدها تكون إن شاء الله عن الاشتقاق الدوال المثلثية صاين والكوزاين ومقلوبات. سلام.